لو سمحتي، انا عندي 68 سنه. يعني صغيره. شكرا. ومناخيري فيها حراره ليها كذا سنه. حراره يعني ايه؟ حراره في مناخيري بقى لها كذا سنه. ده ايه تشخيص الحراره ده؟ يعني ايه؟ معرفش يا دكتور، ما عنديش سكر. انت اللي بتقولي حراره ولا الدكتور اللي قال لك حراره؟ انا اللي بقول حراره وبحط مراهم ومش فايده. شكوتك ايه؟ سيبك من التشخيص ده، شكوتك ايه؟ شكوتي ان انا سواعي بتخني وما بلاقيش افرازات. بتتخني ازاي؟ مناخيرك تتقفل؟ طيب في حاجه تاني؟ في تورم، عشان حضرتك بتقولي في حراره، في تورم في الانف او في التهابات شديده في ال في ال. لا. طب الحراره دي انت قصدك سخونه في المكان ولا يعني حراره؟ لا لا، حراره حراره. طيب اوكي. اتفضلي. الف سلامه عليكي يا استاذه سلوى. شكرا. سلام حبيبتي. شكرا. ميرسي. دكتور، هو ربما التعبير عن شكوى الحراره دي يعني نتيجه التهابات احتقانات. ده تشخيص طبعا المرضى او الناس نفسها، ما عندناش فيش حاجه اسمها كده، فيش حاجه اسمها حراره يعني، لكن الالتهابات والحساسيه ساعات في ناس بتحتاج تهرش، عايزه تهرش في مناخيرها نتيجه للحساسيه. فهي غالبا بتعاني من حساسيه انف وجيوب انفيه، وده اللي مخلي الممر الهوائي يتقفل جزئيا، ما بيتوقفش النفس نهائيا في حاله الانف حتى لو اتقفلت، لانه بيستعيد المريض عن التنفس من خلال الانف بالتنفس من الفم. الحاجه الثانيه هي بتقول ما بشوفش افرازات. لا، البني ادم الطبيعي ما بيفرز افرازات وينف كل شويه، لما بينف كل شويه ده يبقى عنده حاجه بتبحث. لكن افرازات الانف الطبيعيه بصورتها المثاليه والطبيعيه، في طبعا افرازات انفيه وجيوب انفيه بتحصل، انما دي الغشاء المخاطي متميز بحاجه معينه، ليه اهداب، والاهداب دي بتعمل للخلف، فيبلعها المريض مع اللعاب في لا شعور. هو احنا بنبلع ريقنا كل شويه، الريق ده مش مجرد لعاب زي ما اتفقنا، هو الريق ده فيه افراز انف وجيوب انفيه، لما بتبقى في صورتها الطبيعيه بتتبلع مع الريق لورا، بتنزل لورا مع البلع في لا شعور، هو ما بيحسش بيها. لما بنملع ريقنا هو مش مجرد لعاب، لا ده حاجات كتير قوي منها دموع كمان، يعني ممكن الدموع تنزل مع ده، دموع فيها ليها ممر بينزل عن طريق الانف وبالعوم الانف وتتبلع، في افراز في الاذن بينزل برضه عن طريق قنوات استاكيوس ويتبلع مع الريق في اللاشعور، انما مش من الضروره او ما ينفعش انا اشوف افرازات عايز اشوفها او عايز انف. يعني في واحد بيقول لي انا ما بنفش خالص، تبقى انت كويس. لما بينفش خالص يبقى كويس جدا، او ما فيش مخاط، او ما لا فيش، لا في مخاط بياخد صورته الطبيعيه من ورا، لكن ما بينزلش مثلا رشح ما ينفعش ينزل اصلا في الصوره الطبيعيه، ما بينزلش مخاط في الصوره الطبيعيه. طبيعي. المخاط بينزل بيفرز بشكل طبيعي، بيتبلع مع الريق، مع الريق. لو نف بشكل متكرر لا، ده يبقى عنده حاجه زودت الافراز، خليته بقى ينزل كمان من قدام. ايا كان بقى، وبنبحثها ونشوفها.